لكن بيقولوا دايما في الحسابات لما بنيجي نكسب نمسك الورقه والقلم انه المباراه دي تحديدا لا تخضع لاي حسابات وملهاش اي مقاييس خالص. يعني انا كل اللي انا اقدر اقول لك ان احنا بنبقى متحسسين النتيجه في فكرنا بس، انما انت اول ما بتنزل ماتش خلاص بقى هما مش محظوظين النهارده، احنا كنا بننزل بقهاتنا واحنا نازلين بس لسه عشان نسخن، بنبقى خلاص دخلنا المود ودخلنا في المسؤوليه ودخلنا كل واحد فينا مركز ازاي وهيدي لعبه ازاي وهيدي طريقته ازاي، اللي يقدر بكل الاستعدادات اللي عملها قبل المباراه خلاص ساعه ونص دي هي اللي هتحدد دلوقتي الشكل ايه. وياما ماتشات الاهلي لعب فيها كويس جدا وما كانش موفق ما قدرش يحافظ، وياما الزمالك لعب مباراه كتير قوي الاهلي خطف منه المباراه في اخر خمس دقايق. هي ليها علاقه اكتر يا كابتن يمكن زي ما احمد قال هي ملهاش اي حسابات، استغلال الفرص. يعني مثلا لو بايرن ميونخ واليوي احمد الفريقين جالهم خمس فرص مؤكده بس خلص الماتش 3-0، اللي استغل الفرصه اللي جات له هو اللي بيكسب. ده كلامك مظبوط.